بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم متابعين قناة عرب جينو لينكس. معكم عبد المجيب، واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع من مواضيع صيانة لينكس. تمام، طبعا قررت أني أفتح قسم خاص بالصيانة. لو دخلت على القناة مباشرة عندي راح تحصل بالجهة اليسرى، على سبيل اللغة بالجهة اليسرى أو بالجهة اليمنى، قسم خاص بالصيانة. طبعا الصيانة معروفة الأشياء اللي تسويها بعد تثبيت النظام. لعل أهم شيء من المواضيع الخاصة بالصيانة هو استعادة الجراب في حال إنك فقدته. الجراب اللي هو محمل الإقلاع، من أول ما تشغل النظام راح تطلع لك قائمة تكلمت عنها بالدرس الماضي خاصة بالتحرير. لكن أحيانا يكون عندك نظامين، طبعا تفقده في حال كان عندك نظامين، واحد من الأنظمة هذه خربط على الثاني. لو كان عندك ويندوز بجنب لينكس، تمام، وثبت له ويندوز بعد لينكس، شيء طبيعي راح تفقد لينكس، ما أقدر أدخل عليه. أيضا في حال أنك سويت تحديث معين أو سويت ذيك الشغلة اللي مبزينة يسوونها على الويندوز راح تفقد لينكس. اوكي، شلون نقدر ان نرجع لينكس، او بالاصح شلون نقدر ان نرجع القائمة هذه في حال فقدناها؟ اولا تتأكد طبعا ما في امر تسوي الشغلة هذه الا اذا كان عندك اساسا جزء فيه توزيعات لينكس او جزء خاص بالاقلاع من لينكس. غير هذا ما عندك، ما اقدر اساعدك لو كنت شخص فاقد ويندوز، فانا ما له علاقة بالويندوز اسوي شغلة ما يرجع. انا اتكلم عن لينكس فقط. لو انك فقدت لينكس وجنبه ويندوز نقدر نشغل ويندوز مع اكسن بعض، لكن المهم انه يكون عندك لينكس على النظام. الطريقه بسيطه ترى، راح نوصل الهارد ديسك، راح نثبت جراب، راح نعمل اعاده تشغيل ونلقى كل شيء تمام. طبعا توزيعتك نفترض فيدورا، راح تجيب توزيعه فيدورا على لايف سي دي. هذا اللي مهم انك يكون معك لايف سي دي، لانه بدون لايف سي دي ما نقدر نسوي الطريقه. تجيب اللايف سي دي اللي عندك لو كانت فيدورا ابونتو لينكس منت ايا كان، وطبق معي الدرس هذا. اوكي، بالمنطقه هذه او تحديدا بالنقطة هذه من الدرس يفترض انك اقلعت من اللايف سي دي. طبعا انا ما راح اقلع من اللايف سي دي، ما له داعي، لكن لازم تقلع من اللايف سي دي مثل ما قلت لك. ايضا في شغلة مهمة انك تكتشف اسم الهارد ديسك او اسم القسم اللي في الهارد ديسك اللي يكون عليه نظام لينكس. طيب شلون نكتشف الشغلة هذه؟ الموضوع بسيط. اول شيء تكتب طبعا سودو اف ديسك بالشكل هذا ناقص ال، تضغط انتر. بالشكل هذا هو راح يجيب لك جميع الاقراص اللي موصل على الجهاز ايا كان نوع القرص. تمام، راح تلاحظ انه عندنا اللي هو SDA 1 SDA 2 3 4 5 6. غالبا اللي محطوط عليه علامه النجمه هذا يعني بوت، يعني انه هو قسم قابل للاقلاع. اذا كان عندك ويندوز قد تحصل على علامه النجمه هذه موجوده على الويندوز. طيب ما زلت متشكك، ما تعرف وين تروح. تمام، طبعا هذه كل اللي شايفين قدامكم هذه اقسام خاصه بلينكس، لكن أنت إلى الآن ما تدري وين القسم، هل هذا هو فعليا هو اللي عليه لينكس أو لا. بسيط، الموضوع اللي راح تسويه هو توصيل للنقطة هذه في مكان معين بالنظام. طريقة التوصيل بسيطة، راح تكتب سودو ماونت بالشكل هذا ديف، طبعا اللي هو المسار هذا، عفوا اللي هو المسار هذا. تمام، SDA2، راح تكتب SDA2 وين راح توصل، راح توصل على أي مكان بالنظام MNT مثلا. لو ضغطنا انتر الان راح يوصل لنا الجزء هذا اللي هو SDA2 على الـ MNT. تمام، طبعا ما حضغط انتر لان اساسا هو متوصل عندي. بعد ما انك تسوي الشغله دي تكتب LS MNT، تضغط انتر. لما انت تكتب LS MNT راح يظهر لك نفس هذا اللي ظاهر لك الان اللي هو بن ديف هوم، الشغلات هذه. اذا ظهرت لك الشغلات هذه تاكد الان انك انت على الجزء اللي خاص بلينكس. اوكي، سويت توصيل وما طلع لك الشغلات هذه، تروح تسوي فصل. الفصل عن طريق سودو يو ماونت ديف SDA2، هذا اللي احنا وصلناه بالشكل هذا، هو راح يفصل لك الجزء. تمام، بعض الناس يحب يسوي حركه افضل من هذه، وهي انه يكون مجلدات ويوصل جميع الاقراص ويبحث. طريقه تكوين المجلدات بسيطه جدا جدا. اول شيء تسوي سودو mk داير بالشكل هذا ميك دايركتوري mnt مثلا SDA2. اوكي، سودو mk داير mnt sda 3. الان لو رحنا دخلنا على lsmnt راح تلاحظون في مجلدات مكونة، عفوا lsmnt راح تلاحظون ان عندك مجلدات اسمها sda 1 sda 2. بعد ما انك تسوي الشغلة هذه تقوم وتوصل جميع الاجزاء، كل جزء حسب الاسم الخاص فيه. اوكي، شلون نكتب سودو mount dev sda 2 mnt SDA 2 بالشكل هذا. انت راح توصل القرص بالمجلد هذا. بعد ما توصله راح تجيب القرص الثاني اللي هو 3 MNT SDA 3 بالشكل هذا. انت وصلت ال SDA 3 وال SDA 2. بعد التوصيل راح استكشف وش اللي موجود داخل المجلدات هذه. راح تسوي LS MNT SDA 2
عفوا اس تي اي 3 مثلا، لاحظت انه مثلا مو بهذا اللي معليه. طبعا لينكس معروف راح تحصل داخله اللي هي مجلدات اللي قلت لك قبل شوي راحت، هذه اللي راح تحصل فيه بن ديف هوم بوت شغلات هذه. اذا حصلت الجزء هذا تاكد انك الان تعمل على لينكس، لكن في حالك موجه المجلدات هذه انت خارج لينكس. طيب لقينا القرص، ايش راح نسوي بعد ما انك تلقى القرص؟ راح تسوي شغله بسيطه جدا اللي هي اوكي احنا وصلنا القرص على النقطه هذه مثلا ام ان تي اس تي اي 2 او ام ان تي مباشره. اللي راح تسويه بكل بساطه راح تستخدم امر اسمه تشينج روت اللي هو سي اتش روت بالشكل هذا. في ناس تسميه سي اتش روت، في ناس تسميه تشينج روت، هو اسمه تشينج روت. اوكي راح تكتب تشينج روت، لكن قبل تشينج روت تاكد انك صلاحيات روت البدايه، لذلك راح تكتب سودو تشينج روت. تشينج روت وين؟ راح تكتب تشينج روت ام ان تي بالمكان اللي وصلت فيه الهارد ديسك. لو كنت موصله بام ان تي اكتب ام ان تي فقط، او اس دي اي 2 لو كنت موصله بالاس دي اي 2 مجلد الاس دي اي 2. وبعدين راح تحط الشرطه هذه تكتب بن باش. اوكي الان معي هارد ديسك وصلته على النظام، راح استكشف اول شيء لينكس وين موجود. راح ادخل على اللينكس اللي موجود عندي بالهارد ديسك عن طريق امر تشينج روت، وبعدين راح اعدل على الجرب. الموضوع بسيط ترى، خطواته طويله لكنه بسيط جدا جدا. خلونا ندخل اول شيء زي ما قلت لكم نكتب سودو اف ديسك. طبعا الامر فيها حاجات متقدمه لكن انا استخدم هذا عشان اسوي لي ليست بكل شيء موصل. اوكي زي ما انتم شايفين في عندي هارد ديسك ظهر اللي هو اس دي بي، تمام. الاس دي بي زي ما انتم شايفين هذا الاس دي بي 2 عليه نجمه، مما يعني انه تقريبا هذا هو. اوكي خلونا نسوي مجلد نوصل عليه هارد ديسك سودو ام كي داير ام ان تي اس دي بي 2، ونسوي سودو ماونت dev sda2 sdb2 عفوا لانه هو لا، بعدين راح نوصله على mnt sdb2. اوكي تم التوصيل. خلونا نسوي ليست نشوف هل هو فعلا هو موجود اللينكس ولا وش موجود. نكتب ls mnt sdb2 شال كام مش بتقطع زي ما انتم شايفين. الان ظهر لي لينكس، وشلون عرفت ان لينكس موجود؟ بن الى اخره. الان انا راح ادخل على القسم اللي موجود فيه النظام وراح اغير الروت بحيث اني انا اكون روت على النظام هذاك، تمام. ايش الفائده من يكون روت على نظامي الحالي؟ انا بيكون روت هناك علشان اعدل خصائص النظام هذاك. بسيطه شلون. نكتب سودو تشينج روت، الامر هذا اسمه تشينج روت. الاهميه والفائده منه هو الدخول على نظام اخر على هارد ديسك اخر على اساس انك انت الروت اللي موجود هناك. وين؟ على ام ان تي اس دي بي 2 بن باش انتر. اوكي زي ما انتم شايفين الان انا دخلت على الهارد ديسك هذاك، اعطاني الاسم اللي موجود عليه النظام هذاك. النظام هذاك عليه ارتش لينكس زي ما انتم شايفين، تمام، واعطاني طرفيه ارتش لينكس هناك. اوكي خلونا نسوي الاسم نتاكد وين احنا موجودين. زي ما انتم شايفين الان انا فعليا موجود على لينكس، تمام. شلون اتاكد انا على اي توزيعه وش اسم التوزيعه؟ زي ما انتم شايفين ظهر لي اسم التوزيعه ارتش لينكس، او ظهرك بالاصح الهوست نيم، تمام. الان حاليا تقدر تسوي تبي ثبت برامج الى اخره. اوكي خلونا نكتب باكمان مثلا، باكمان خاص بالارتش لينكس، تمام. لو اقول لك باكمان نوت فاوند معناته انه في انه، تمام. خلونا نشوف مثلا سيبر. اوكي هذا معناته انه هي اسمها ارتش، انا مسميها ارتش لكن هي زوزة. ليش؟ لانه ريفرش زي ما انتم شايفين اشتغلت معي زوزة الان. اوكي اوكي احنا ما يهمنا احنا وين احنا هنا ولا هناك، احنا يهمنا نتاكد انه الجراب موجود. شلون نتاكد ان الجراب موجود؟ راح تكتب جي ار يو بي بالشكل هذا جراب، تضغط تب تاب. شايفين هذا اسمه تاب، الزر هذا اللي فيه علامتين متقابلات هذا اسمه تاب. هذا هو اللي مو مساله ذي يخمن لك وش انت راح تبحث عنه. فلما اكتب جراب اضغط تاب مرتين راح يطلع لي اي شيء في جراب. اوكي زي ما انتم شايفين في جراب انستول، في حاجات كثيره. المهم جراب ام كي كونفج هذا، هم هذا هو. اوكي لا مو بذا، هذا. طيب انا ليش سويت ليست؟ انا اقول لكم ليش. على توزيعة ارتش لينكس على سبيل المثال ما يقول لك جراب 2 يقول لك جراب، لكن على الفدورا وزبر راح اعطيني يقول جراب 2، وايضا على البوت في جراب 2، لذلك راح تشغل مخك شوي علشان تعرف انه هذا اسمه جراب 2 وليس جراب. الان اكتب جراب 2 ام كي كونف بالشكل هذا ميك كونفج ناقص او
بوت. طبعا انا وين موجود حاليا؟ موجود على اللي هو ذي بدون الشرط، اكتب بوت فقط، لانك بالطريقه هذه راح تكون موجود على النظام الوهمي بوت. بعدين بعد ما تكتب بوت تكتب جراب زي ما انتم شايفين، راح لجراب وجراب 2. احنا نبي جراب 2 ليش؟ لان النظام تعرف على انه جراب 2، لكن على ارتشنس جراب فقط. راح اكتب جراب دوت سي اف جي، طبعا هذا الملف موجود، نضغط انتر. بما انك روت هناك كانت فايند ديفايس، اوكي، بما انك روت هناك ما تحتاج صلاحيات روت، لكن تحتاج توصل بعض الاجزاء الخاصه بالهارد ديسك بشكل وهمي. شلون؟ اوكي، راح توصل نقطه زي ما انتم شايفين اللي هي ديف، حلو، راح نوصله على الهارد ديسك هناك بشكل وهمي. شلون؟ اطلع اول شيء من الوضع هذا اكزيت، وبعدين ايش راح تسوي؟ راح تكتب سودو ماونت ناقص ناقص بند، اوكي، ايش راح نوصل؟ راح نوصل ديف. وين نوصله؟ راح نوصله بام ام تي SDB2، وين وصله؟ بديف بعد انتر. بشكل وهمي هو الان وصل اللي هو هذا. ايضا في حاجات ثانيه قلت وصل اللي هي سيس عشان تستريح بالمره، راح نوصل للبروك بالشكل هذا. اوكي، نرجع ندخل على النظام، نكتب سودو تشينج روت ام ان تي اس دي بي 2 بعدين بن باش. الفائدة من الباش نستخدم الباش هناك. اوكي، الان طلع لي احمراني يعني اني انا موجود هناك. خلونا نكتب mkconfig مرة ثانية اللي زي قربته mkconfig بطق انتر. الان بدأ يعمل وبدأ يسوي لنا اللي هي النقاط اللي موجودة بالنظام هناك. اوكي، زي ما انتم شايفين حصل لينكس. خلص تمام، ما في اي مشكله. الان لو دخلنا على الهارد ديسك عندي راح يشتغل النظام بدون اي مشكله. لو كان عندك لينكس ويندوز راح يظهر لك اسم ويندوز 7 او ويندوز اكس بي على المنطقه اللي هنا. تمام، الى هنا انتهى درس اليوم. اللي عليك تسويه انك تكتب اكزيت وتسوي ريبوت وتشوف ايش صار عليك. طبعا انا قبل ما اني ارفع الفيديو هذا راح اسوي ريبوت واقلع من الهارد ديسك واتاكد. يلا اوكي، رجعت لكم. جربت الزوزه، اشتغلت الزوزه ما فيها اي مشكله. الجرب كان منظم بشكل جميل. اوكي، قبل ما نخلص نختم الفيديو، البعض منكم قد انه يتضايق من موضوع انه الجراب لما يكون جنب ويندوز يكون في قائمه طويله لينكس الى اخره. في تحت رابط للدرس اللي راح تكلمت عن تعديل القائمه، ممكن انك تحذف كل المحتويات وتترك ويندوز ولينكس جنب بعض وتختار انه يكون لينكس يشتغل الاول او ويندوز يشتغل الاول، يعني من ياخذ الحقيب بالتشغيل. اليوم تعلمنا شلون طريقه تشينج روت. لحظه شوي، تعلمنا طريقه التشينج روت. الفائده من التشينج روت هو تغيير الروت من نظامك الحالي الى نظام داخلي، بحيث انك لو دخلت من اسطوانه تقدر انك تعدل النظام اللي موجود بالهارد ديسك بدون اي مشكله، تستخدم كافه صلاحيات الروت داخل الهارد ديسك هناك. تعلمنا شلون طريقه انقاذ النظام في حال انه انفقد من الهارد ديسك. هذا اول درس من دروس الصيانه اعتقد. ان شاء الله راح يكون في دروس صيانه مستقبلا. اي اقتراحات، اي استفسارات، موجود طريقه التواصل معي على القناه مباشره، حصلون لسته بالقائمه. شكرا لمتابعتكم، اتمنى فدتكم بهذا الدرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.